هذا التل لم يكن تلاً عادياً، السكان عرفوا ذلك، ولصوص الكنوز ابتعدوا عنه، والعلماء وقفوا في حيرة. هم يقولون أنه التل الملعون. هنا جرت أحداث في الأزمنة الغابرة لم تكن عادية، وما وجدوه وما زالوا يجدونه هو الدليل. لقد كانت مفاجأة، ما وقع في هذا المكان مجزرة تاريخية. قتلوا في بيوتهم، لم ينجو منهم أحد، ولكن هناك قصة غامضة وراء هذه المجزرة. من ارتكبها؟ لماذا؟ وما علاقة الفايكنج؟ هل عادوا إلى الواجهة من جديد؟ مجزرة سان بيبورغ الغامضة. أصدقائي المتابعين، الليلة سنعود بالزمن إلى أكثر من 1600 عام مضوا، لا للبحث حول موقع أثري أو شخصية غامضة جدلية من ذلك الزمن، بل سنبحث في مأساة، سنبحث ونخوض غمار رعب وهلع عاشه سكان أحد الحصون السويدية القديمة. جثث اكتشفت فجأة وكنوز مخبأة لم يجرؤ أحد لمئات السنين على الاقتراب منها. مجزرة بكل ما للكلمة من معنى، صغار وكبار لقوا حتفهم، الجاني والسبب كلاهما مجهولان. فما القصة وما الذي جرى؟ شدوا الأحزمة ولننطلق سويا في رحلة عبر الزمن، والوجهة قلعة سان بيبورغ السويدية. قبل البدء في الحلقة أصدقائي، لا تنسوا أن تشتركوا في قناة الرسمية وتفعلوا جرس التنبيه، ولا تنسوا أننا أنشأنا مجموعة خاصة على تليجرام فقط لأصدقاء هذه القناة، نقوم بالإعلان فيها عن كل جديد لكي يصل لكم فور حدوثه أو نشره، وطبعا ندردش سويا ويتواصل كل الأصدقاء مع بعضهم في هذه المجموعة الخاصة. لذا إذا لم تنضموا بعد إلى قناتنا هذه على تليجرام وقنوات الرسمية الأخرى على مواقع التواصل، الروابط تجدونها في وصف هذا الفيديو والتعليق الأول. نحن بانتظاركم ونراكم هناك، ولنبدأ. قلعة سان بيبورغ السويدية، قلعة تاريخية تقع في جزيرة أولاند السويدية. يعود تاريخ بنائها إلى ما بين القرن الثالث والرابع ميلادي، وشهدت آخر نشاط بشري فيها في القرن الخامس ميلادي، نشاط شهد توقفا أو بالأصح انعداما مفاجئا بين ليلة وضحاها. القلعة القديمة أو الحصن القديم، وكحال العديد من القلاع والحصون الأثرية، نالت نصيبا من الشهرة والأبحاث، ولكن ليس بسبب التراث المعماري أو كنوز مخبأة أو شبح يجوب في أرجائها كحال أغلب قلاع أوروبا القديمة، إنما بسبب مجزرة بدأت تتكشف فصولها ابتداء من العام 2010. في هذا العام بحسب تقرير لناشنال جيوغرافيك ونيويورك تايمز وغيرها، وردت معلومات إلى علماء الآثار في السويد عن توجه العديد من الأشخاص مع معدات لكشف المعادن إلى تلك المنطقة. وعلى ما يبدو صائدي الكنوز هؤلاء كانوا قد بدأوا فعلا بإيجاد ضالتهم هناك. توجه علماء الآثار مع معداتهم إلى المنطقة المنشودة. عند وصولهم إلى محيط تل صغير هناك، أخبرهم سكان تلك المنطقة عن صائدي الكنوز الذين يحفرون ويبحثون في أنقاض ما أسموه التل الأخضر الملعون. العلماء استغربوا الموضوع في بادئ الأمر، فلا سبب واضح تاريخيا حول لعنة في هذه المنطقة، ولكن ما سيتكشف لاحقا أفظع من اللعنة بحد ذاتها. لذا حافظوا على تركيزكم. بدأ العلماء تنقيبهم وبحثهم في أمر ذلك التل، ليتضح لهم أنه حصن قديم كان يحوي 53 منزلا وبعض المزارع بمحاذاته تماما. بدأت معالم الثراء التي كان يتمتع بها سكان الحصن تظهر من خلال التنقيبات والاكتشافات. وفي تقرير مفصل نشره موقع جريدة archaeology.org المختص بالآثار وأبحاثها، فإن علماء الآثار مع معداتهم المتطورة استطاعوا في ذلك العام الكشف عن 5 مخابئ في منازل واقعة في نصف الحصن. هذه المخابئ كانت جميعها مخططة بطريقة واحدة، أسفل باب المنزل وتحديداً
إلى جهة الشمال. هناك شيء غريب في هذا الأمر. بهذا الصدد تخبرنا عالمة الآثار التي تقود عملية البحث والتنقيب هيلينا فيكتور من متحف كالمار كاونتي أنه على ما يبدو السكان كانوا يتوقعون حدوث أمر سيء، أو أنهم كانوا معتادين على هجمات الغزاة والسارقين، لذلك اتفقوا على مكان لإخفاء كنوزهم في حال أصاب أحدهم أو بعضهم أي مكروه. يبدو أنهم كانوا على حق، ولكن لم تجري الرياح بما تشتهي السفن، ومخططهم سيفشل حتما، وستعرفون لاحقا ماذا أقصد. نكمل مع الكنوز التي وجدت والتي تنوعت ما بين دبابيس فضية وذهبية، أحزمة فضية، حلي وعملات معدنية. شظايا تبين بعد البحث والدراسة أنها من الزجاج والعنبر، عملات معدنية تخص الإمبراطورية الرومانية، وكلها يعود تاريخها إلى ما بين القرنين الأول والخامس الميلادي. إلى هنا كل شيء يبدو طبيعيا، حصن قديم ببيوته المتناثرة في داخله ومزارعه المحيطة به من الخارج، وكنوز أثرية مخبأة كان من المتوقع إيجادها. ما الغريب في الأمر؟ علماء الآثار قرروا العودة في السنة المقبلة نظرا لعوامل الطقس القاسية في فصل الشتاء لمواصلة البحث والتنقيب في الحصن الذي يعود إلى ما يعرف تاريخيا ببداية العصر الحديدي. وبالفعل عام 2011 عاد علماء الآثار من نفس البعثة القديمة، يرافقهم آخرون من قسم علم الآثار في جامعة لينوس السويدية، وعادت عمليات التنقيب مجددا. لكن هنا بدأت المفاجآت بالتوالي. خلال عمليات التنقيب والحفر الاعتيادية وعلى عمق بسيط لا يقدر بأكثر من قدمين، بدأت تظهر بوادر المأساة. قدمان بشريتان ظهرتا خلال عمليات الحفر. البعض سيقول أن الموقع قد يكون مدفنا أو مقبرة، إلا أن العلماء كانوا على تمام اليقين أنه في تلك الحقبة وتلك المنطقة شعائر الجنازة والدفن السائدة كانت الحرق. كما أن الآثار المتبقية أشارت بوضوح إلى أن هذا الموقع شهد قيام منزل، لذلك بدأت علامات الاستفهام تظهر وبقوة لدى العلماء. توالت العمليات وتوالت الاكتشافات. القدمان تم ربطهما لاحقا بهيكل عظمي لشاب في عمر المراهقة وجد مرميا على وجهه وجمجمته مفتوحة بما يعتقد أنه فأس. بعد البحث والتنقيب في ثلاث بيوت من أصل 53 وجدت بقايا 26 شخصا في المنازل والشوارع المحيطة، وكلهم تعرضوا للقتل بوحشية شديدة. فمثلا في أحد المنازل بحسب تقرير ناشونال جيوغرافيك وجدت 9 هياكل عظمية لرجال من مختلف الأعمار، وفي منزل آخر اكتشف هيكل عظمي لرجل مسن. أظهرت الأبحاث أنه تعرض للضرب بوحشية وتم إلقاؤه في موقد مشتعل، حقا مرعب أليس كذلك؟ صحيفة The Guardian أشارت في تقرير لها أن جمجمة هذا الرجل المسن كانت مفتوحة، وداخل فمه وضعت أسنان ماعز كرمز للإهانة. في البداية كان الاعتقاد أن عمليات القتل استهدفت الشبان والرجال الكبار، إلا أن اكتشافا مروعا آخر عام 2014 لنفس البعثة أعطى العلماء منظورا جديدا لما يمكن أن يكون قد حدث في ذلك اليوم المشؤوم. يجدر بي أن أذكر أن أيا كان ما جرى في ذلك الحصن الواقع على جزيرة أولند السويدية، بإجماع علماء الآثار كافة جرى في يوم واحد. وقد ذكر التقرير الذي نشر في مختلف الجرائد والمواقع العلمية والإخبارية أنه بالإضافة إلى الهياكل العظمية البشرية تم اكتشاف عظام مواشي تعود لنفس الفترة، وأبرزها هياكل عظمية لما يقارب 8 حملان صغيرة تعرضت للذبح. هذه العظام أعطت العلماء تصورا على أن المذبحة أو المجزرة قد وقعت في وقت ما بين أواخر الربيع وأوائل الخريف. نعود إلى اكتشاف عام 2014 في أحد بيوت الحصن. تم اكتشاف هيكل عظمي يعود لطفل قدر العلماء عمره ما بين السنتين والخمس سنوات. بقايا هذا الطفل كانت بجانب بقايا هيكل لرجل مسن آخر عمره قدر ما بين 50 و60 عاما، كلاهما كحال باقي الجثث تعرضا للقتل بوحشية كبيرة، وتم إلقاءهما في موقد للنار المشتعلة. بقايا هذا الطفل كانت أولى البقايا لأطفال تم كشف النقاب عنها في ذلك الحصن الملعون. عالمة الآثار هيلينا فيكتور التي تقود عمليات التنقيب اقترحت أن يكون هذا الطفل هو حفيد الرجل المسن، ولقيا حتفهما في نفس الوقت. غريب. إحدى الجثث أثارت المزيد من الحيرة القائمة من الأساس في موقع البحث،
فبعد دراسة هذه الجثة تبين أنها تعرضت للضرب والإصابات التي لحقت بها أو بالأصح به بحكم كونه رجلاً قد وقعت في مكان آخر غير مكان إقامته. فبحسب التقرير الذي نشره موقع ناشونال جيوغرافيك فإن العلماء تمكنوا من وضع تصور لما حصل. الرجل تعرض للإصابة على الطريق أولاً وزحف إلى المنزل طلباً للحماية، إلا أن القتلة لاحقوه إلى داخل المنزل وباغتوه بضربة مميتة على رأسه. يبدو أنهم كانوا مصرين على إبادة كل سكان الحصن. عام 2017 تم اكتشاف عملة معدنية رومانية، ما أكد شكوك العلماء بأن سكان هذا الحصن كانوا على علاقة مباشرة بالإمبراطورية الرومانية، أي أن تجارتهم كانت مزدهرة ولم يكونوا مجرد فلاحين من الأرياف. اكتشاف آخر ترافق مع الكشف عن هذه العملة، خاتمان من الذهب. الخاتمان كانا مصاغان ليكونا حليا لامرأة ما، أمر متوقع، ولكن تذكروا هذه النقطة جيدا فلها تابع مهم في حلقتنا هذه. علماء الآثار أشاروا في تقاريرهم إلى أن أي من البقايا التي وجدت لم تحظى بمراسم دفن أو تكريم، بل بقيت في مواضع قتلها على مدى 1600 عام التي قدرها العلماء لعمر هذه المجزرة. حتى سكان المنطقة المحيطة لم يتجرؤوا على الدخول طيلة هذه السنوات التي مرت، وكذلك الأمر للسارقين وصائدي الكنوز الذين نشطوا في العقود التي تلت انهيار الإمبراطوريات المتعاقبة ونشوء غيرها. فبقيت الجثث أو الهياكل العظمية على حالها وفي المكان الذي قتلت فيه، ولم يغطيها سوى حفنة من التراب والعشب الأخضر بفعل عامل الزمن حتى عام 2011، تاريخ اكتشاف أول هيكل عظمي. وعلى ما يبدو وبحسب تقارير علماء الآثار فإن موقع الحصن اكتسب صفة اللعنة بسبب عدم تجرؤ أحد على الدخول إليه بعد حدوث المجزرة لأسباب يجهلها العلماء إلى يومنا هذا. وبتواتر الأجيال أصبحت اللعنة أمرا معتادا، ولم يكن أحد من السكان على علم بموضوع الجثث والمجزرة التي وقعت هناك. فقط الخوف من دخول الحصن أو التلة المغطاة بالأعشاب بحسب وصف المحليين كان نابعا من اعتقادهم باللعنة. حسنا، اكتشاف بهذا الحجم حمل الكثير من التساؤلات، والبحث ما زال قائما ليومنا هذا في الموقع الغامض. ومع البحث والتنقيب بدأت تظهر الفرضيات التي حاولت وتحاول بشكل ما تفسير ما جرى في ذلك اليوم داخل أسوار حصن قلعة ساندبيبورغ. هذه الفرضيات والأبحاث هي محطتنا التالية. إذن أصدقائي، الرحلة أو الدراسة التي كان الهدف منها الكشف عن موقع أثري جديد بكنوزه وآثاره انقلبت رأسا على عقب، فأضحت أقرب ما يكون إلى مسرح جريمة زمانها قرون مضت. عمليات الحفر والتنقيب لم تشكل أي مشكلة لعلماء الآثار، فرغم المساحة الشاسعة التي كان الحصن يحتلها وعوامل الزمن التي مرت عليه، إلا أن الهياكل العظمية كما ذكرت سابقا لم تكن مدفونا من الأساس، وكانت على عمق لا يتطلب الكثير من الجهد لإيجادها. إلا أن المشكلة الأكبر كانت فك خيوط الجريمة. فبحسب تقرير العلماء لا شيء، حرفيا لا شيء في البيوت والمواقع التي تم التنقيب فيها أعطى دليلا ولو ضئيلا حول مرتكبي الجريمة أو حتى سببها. غموض كبير يحيط بالموقع. الأمر الوحيد المؤكد أن سكان الحصن تعرضوا لهجوم مباغت لم يكونوا مستعدين له بتاتا. هذا الهجوم كان سريعا ومفاجئا لدرجة أنهم لم يستطيعوا حتى الدفاع عن أنفسهم باستخدام أسلحتهم التي وجدها العلماء في أماكنها. كما أن عنصر المفاجأة والغدر كانا واضحين لدى العلماء والأطباء الشرعيين من خلال دراسة الهياكل العظمية. فجميع الضربات التي تلقاها سكان الحصن كانت إما من الخلف أو من الأعلى، لا آثار لمواجهة أو محاولة دفاع عن النفس. والمهاجمين قصدوا الحصن بغية القتل لا أكثر. والدليل أولا العملات المعدنية والحلي والمجوهرات والكنوز بشكل عام التي وجدت ما زالت في مخابئها ومنثورة على الطرقات. حتى الأدوات المنزلية وجدت في أماكنها. بعض الأواني كانت بالفعل على مواقد النيران، في دلالة واضحة أن الهجوم حدث في وقت غير متوقع أوقف الحياة تماما وفجأة ذات يوم
في هذا الحصن. ثانيا، هل تذكرون الحملان الصغيرة والمواشي الأخرى التي وجدت مذبوحة خلف المنازل؟ حسنا، من المعروف تاريخيا أن المواشي كانت تعتبر مكاسب حرب وتؤخذ ضمن الغنائم الحربية، فلماذا تم ذبحها إذن مع أصحابها؟ لا جواب. وأيضا سبب آخر، ذكرنا في معرض حديثنا عن الجثث المكتشفة اكتشاف جثث أطفال ضمن ضحايا المجزرة. الأطفال عادة في الأزمنة القديمة وحتى في عصرنا الحالي للأسف كان يتم أسرهم واستعبادهم. والدلائل التاريخية كثيرة ومعروفة، ولكن في حالة أطفال حصن سان بيبورغ كان الوضع أسوأ، فقد ذبحوا وقتلوا حالهم كحال الرجال الكبار والشباب. وبذلك أولى الفرضيات والتي قد تخطر على بال أي أحد منا، وأقصد الهجوم والقتل بغية السرقة، تم نفيها بشكل قاطع من علماء الآثار وبالدلائل الواضحة. إحدى الفرضيات ربطت شعب الفايكينج بالموضوع، فالوحشية التي قتل فيها أهل الحصن والأسلحة التي استخدمت في المجزرة بحسب موقع ميستيريز أنسولفد ربطت الواقعة بهجوم للفايكينج. إلا أن الفايكينج كان معروفا عنهم أخذهم لغنائم الحرب بكافة أشكالها، وهو ما لم يحدث في حالة هذا الهجوم. كما أن الفايكينج كانوا يصلون عادة إلى موقع الهجوم على متن قواربهم، وفي هذه الحالة كان سكان الحصن سيرونهم لا محالة، فالحصن أعلى من سطح البحر، الأمر الذي كان سيمنح السكان وقتا كافيا لتجهيز أنفسهم للمعركة أو حتى للهرب في أسوأ الحالات. وبذلك حتى فرضية الفايكينج أو أي هجوم من البحر ليست واقعية في هذه الحالة. كلارا ألفدوتر، إحدى الباحثين المشاركين في عمليات البحث الدورية منذ العام 2011، أخبرت موقع ناشونال جيوغرافيك أن الهدف من هذا الهجوم قد يكون بشكل كبير الانتقام. لماذا؟ لنرى. هذه الفرضية يدعمها الكثير من العلماء، ومن الواضح أن من قاموا بالهجوم لم يكن هدفهم الاستقرار أو الغنائم أو أي أمر آخر، فقط القتل. علماء الآثار في عدة مقالات رأوا رابطاً مباشراً بين انهيار الإمبراطورية الرومانية في سبعينات القرن الخامس الميلادي ووقوع هذه المجزرة. هل تذكرون العملات المعدنية الرومانية المكتشفة والتي أثبتت أن السكان كانوا على علاقة بالإمبراطورية الرومانية؟ حسناً، الازدهار والنشاط التجاري والحياة الرغيدة التي تمتع بها السكان بحسب تقرير لمعهد سميثونيان العريق كان بسبب العلاقة الوثيقة مع الإمبراطورية الرومانية. هذه المنافع المتبادلة والحماية التي حظي بها سكان الحصن قد تكون سبباً جعلهم ينظرون بعين التفوق والكبر على المجتمعات الأخرى التي سكنت الجزيرة الشاسعة، وبالتالي أثارت حنق بعض هذه المجموعات على سكان حصن سان بيبورغ. الإمبراطورية الرومانية بدأت تشهد تضاؤلاً وضعفاً منذ بداية القرن الخامس الميلادي، وبالتالي هذا الوهن بالتأكيد أثر على سكان حصن سان بيبورغ، فأفقدهم بعضا من حصانتهم وقوتهم. انهيار الإمبراطورية الرومانية عام 476 ميلادي أدى إلى انتشار الفوضى في أرجاء الأراضي التي كانت تخضع لسيطرة الرومان، ومنها بطبيعة الحال جزيرة أولاند وضواحيها. هذه السنوات والسنوات التي تلتها معروفة تاريخيا وعلميا باسم فترة الهجرة أو Migration Period، وهي الفترة التي شهدت العديد من الحروب والغزوات من قبائل وشعوب من وخارج المنطقة في كل أنحاء أوروبا. بالطبع الهدف من هذه الغزوات كان عادة الاستقرار أو احتلال الأراضي إن صح القول، ولكن في حالة سان بيبورغ لم يكن الأمر كذلك. فبحسب كلارا ألفدوتر فإن المهاجمين من الممكن أن يكونوا قد هاجموا الحصن بدافع من شعورهم المسبق بالظلم، أو كان الهجوم كتدبير احترازي مسبق لتفادي خطر مجموعة سكان سان بيبورغ. أما عن سبب عدم معرفة السكان بما كان ينتظرهم، فالجواب يكمن في تقرير أعدته البي بي سي حول هذا الموضوع. في هذا التقرير تبرز فرضية تعرض سكان الحصن لخيانة داخلية، أي بتعبير آخر لمؤامرة. فبحسب ما أفادت قائدة فريق البحث هيلينا فيكتور، فقد يكون هناك شخص أو عدة أشخاص قاموا بالتآمر على أبناء مجموعتهم وانتظروا انسدال ستار الظلام ليفتحوا باب الحصن للمهاجمين، ما يفسر عنصر المفاجأة وعدم حدوث أي قتال أو دفاع عن النفس. إذن لا شيء محدد بخصوص موضوع هوية المهاجمين وسبب الهجوم إلى يومنا هذا، ولكن ليس الغموض فقط في هذا المحور، بل وصل الأمر إلى جنس الجثث. كيف؟ أنصتوا جيداً.
هل تذكرون أصدقائي أنني أخبرتكم عن اكتشاف خاتمين من الذهب تم تصميمهما كحلي للنساء، وأيضا اكتشاف جثث أطفال وبعضهم رضع، والتي أشارت بوضوح إلى وجود نساء في ذلك الحصن؟ حسنا، ماذا إن قلت لكم أنه في كافة الجثث التي تم اكتشافها حتى الآن لم يتم العثور على جثة امرأة واحدة؟ وإلى تاريخ هذه الحلقة لم يصدر تقرير جديد في أي من المواقع أو عن أي من العلماء المولجين إكمال عمليات البحث والتنقيب حاليا في الموقع يشير إلى اكتشاف جثة امرأة. غريب، أليس كذلك؟ بهذا الصدد أشارت مواقع Ancient Origins، National Geographic، The Guardians وغيرها أن السبب قد يكون أن المهاجمين ربما اختطفوا النساء كسبايا وأخذوهم معهم أينما كان محط ترحالهم، أو أن النساء هربن خوفا مما جرى. ولكن أيعقل أن تترك الأم طفلها الرضيع؟ أو إن كنا قد هربن حقا، لماذا لم يعدن بعد انقضاء فترة من الوقت على الأقل لدفن موتاهن أو إخراج الكنوز من مخابئها؟ أيضا لا جواب. وفي نفس التقارير يشير العلماء إلى أنه من الممكن أن المهاجمين لم يوفروا النساء من القتل الهمجي، وقد يظهر أول هيكل عظمي لامرأة في أي بيت من البيوت التي ما زالت تنتظر دورها في البحث والتنقيب لكشف ما خبئ فيها، ونحن سنبقى في الانتظار والترصد. من يدري، ربما في هذه القضية ما خفي أعظم. إذن أصدقائي، هذا ما كان في جعبتنا حول مجزرة حصن سانت بي بورغ السويدية، المجزرة التي وقعت منذ أكثر من 1600 عام وبقيت جثث ضحاياها في أماكنها شاهدة على الفظائع التي شهدها الحصن ذات يوم. المجزرة وإن كانت غير معروفة كانت سببا أساسيا في اكتساب الحصن صفة الملعون، اللعنة التي ساهمت بإبقاء صائدي الكنوز بعيدين عن الموقع، ما ساعد علماء الآثار على اكتشاف البقايا الأثرية والهياكل العظمية التي فتحت بدورها باب التساؤلات على مصراعي. ما الذي جرى لسكان حصن سان بي بورغ؟ من قتلهم؟ ولماذا قتلوا؟ هل الهدف السرقة والفاعلين هم حقا الفايكينغ؟ ولكن كل الدلائل نفت هذه الفرضية، فالكنوز على حالها، أم أن الهدف قد يكون فعلا الانتقام؟ وهل لعبت المؤامرة والخيانة والغدر دورا في تحقيق هذا الانتقام الدموي؟ إن كان الانتقام هو السبب فعلا، فيبدو أن الوحشية التي تسكن نفوس بعض البشر ما زالت متوارثة إلى يومنا هذا. والدليل واضح في استهداف وقتل الأطفال البريئين من كل ذنوب البشر والحجر. والسؤال الآخر، أين النساء؟ أين ذهب؟ وما هو مصيرهن؟ فهل يكون كشف مصير النساء هو بداية كرة الثلج التي قد تتدحرج لتوصلنا إلى حل لغز مجزرة سان بي بورغ الغامضة؟ لا أحد يعلم.